ويصبون ماء زمزم على قبور أقربائهم بحجة أن ذلك يخفف عنهم أهوال القبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أما زيارة القبور من أجل الاعتبار والاتعاظ، تذكر الموت، ومن أجل الدعاء للأموات والاستغفار لهم، هذه زيارة مشروعة فيها فضل عظيم وفيها نفع للأحياء ونفع للأموات. أما صب الماء على قبورها ماذا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، فلا يصب الماء على القبر إلا وقت الدفن، بعد الدفن صب عليه ماء، رش بالماء من أجل أن لا يتطاير التراب، من أجل أن التراب يتماسك. أما بعد ذلك فلا يصب الماء على القبر ولا يستفيد منه الميت. قالوا من هذا يستفيد منه الميت، هذا كذب لا دليل عليه. ميت لا ينفعه إلا عمله الصالح أو دعاء الصالحين له والاستغفار له، أما صب الماء فلا يفيده شيئا، لا من زمزم ولا من غير زمزم. نعم.